أنا غني أيها الأستراليين، بس عاد الأول يد واسمع هنا جنبي، عندي في الواتساب بعض بيلعب حديد، ده يلعبني بنتي 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 الليمبي. موضوعي بقى طرطق وبنكو فيه، صبري قولوا للتاريخ الليمبي ايه، بحكي لهم أساطير الهيل اللي ما في زيهم وتتتت يا عتت هتبرو سكوتي. ده انا عامل لك مفاجاه مش هتتخيلي. الصيف كله هنقضيه في الساحل الشمالي، هنتدلع دلع، نركب مراكب بقى وناكل بنانا بوت. يعني ايه ناكل يا جدو؟ بنركب بنانا، قصدك نركب بنانا بوت؟ بصراحه يا جدو الخروجات دي مش هتنفع دلوقتي، لان انا مستنيه قطاطا وحشتني نفسي اشوفها واسمعها. انا مش عارف اقولها لك ازاي، مش هينفع تشوفي قطاطا. ليه يا جدو؟ ده انا كنت لسه عندها امبارح وكانت ما شاء الله كويسه، ايه اللي حصل لها؟ مضاعفات. طب وخلاص هقوم البس واروح لها. تروحي فين؟ تمام انها سايبه عشان امبارح خرجتي ومن غير اذني، فاهمه ان مستشفى السجن دي اي حد يدخلها او حد يخرجها عيب عيب يا لميس. وبعدين انا بصراحه مش عارف اقول لك ايه، يعني خايف اقولها لك يحصل اي حاجه. قطاطا
حالتها بتتدهور. ايه اللي انت بتقوله ده يا جدو؟ بس تقريبا في يعني في النزع الاخير. يعني عليك يا قطاطة. معلش دي ملهاش اي حد خالص في الدنيا. انا قلبي وجعني عليها يا جدو. هنعمل لها ايه بقى؟ احنا كل اللي في ايدنا ان احنا نقرا لها الفاتحه. يلا ما نجيش في حاجه وحشه يا عواطف خير. اللي اسمها قطاطة شرفت. قطاطة خادمة اللذات ومفرقات الجمال. عمان جدع يا واد. عمان بجد انا بيطلعت دخان ليه؟ لا انا هظبط لك الحق. ده جلوكوز يا ام قطاطة يطلع دخان ايه؟ الله انا فين يا واد؟ احنا في الفيلا بتاعت عباس باشا. قطاطة محمود يا حبيبي. وحشتيني. انت جميله يا حبيبتي. انت كويسه؟ الحمد لله. ايه يا اختي الوليه ام سبع ترواح دي اللي داخله علينا بجلوكوزها ومحلولها؟ يا وليه انت بتزعق كده فجاه من قلب الارض كده وعامله زي البتاع دي كده. انت لسه زي ما انت بيها؟ وايه اللي هيغيرني؟ مش هرد عليك يا سيدة القصر. ايوه. الله يعافيك. اهلا موسى. الحمد لله قطاطة بالراحة. وحشتيني يا عيون قطاطة. انت كمان قوي. اهلا 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 يا قطاطة. ازيك؟ ازيك يا عباس بيه؟ لا مؤاخذة يا سعادة الباشا، ازعجنا سعادتك يا باشا والله، بس أم قطاطة قصرت وهي مدهولة كده تيجي تحكي الحكاية لست لميس والله. طبعا ما هي لازم تحكي ولازم تقعد، ما هي قاعدة في رقبة الفردوس. ايه ده؟ نعم؟ وحسيني والنبي وحسيني يا عباس بيه. وانا انا مبسوط قوي اني شفتك. يلا. ما انا والله حاسه كده بتعطيع وشك بتقول انك انت مبسوط قوي. على ما امسك الواد الليل. يلا يلا. اختي زقوها ودحرجوها من على السلم وخلصوا. بيئه ودوكا انا هنا سيده القصر. سيدة الكسر طبعا. اتفضلي. انت اللي عايز اكل الاول. ايه؟ عايز اكل الاول. اقعدي طيب خدي نفسك. خليك خدامة اللي ورا دي تجيب لي اكل. يا ولية لمي نفسك انت المحلول في ايدك. طب انت راكبة وراك يا بنتي كافيه موتوسيكل ليه؟ تعالى. عايزة ايه؟ هاتيلي جبنة رومي. وهاتيلي لحمة ورز وملوخية وبطاطس. ايوه. وعيش. ايه؟ عطس كده. هاتيلها كل اللي هي عايزاه يا عواطف، دي صاحبة بيت. اه صاحبة بيت، احنا الضيوف بنخدم. الحمد لله انك كويسة يا قطاطة، ده جده كان بيقول انك بعد الشر بعد الشر بتموتي. لا أموت؟ أنا ما أموتش. قطاطة ما تموتش. أنت شر يا عباس؟ أنا بس أنا زعلانة منك عشان أنت جيتي على نفسك عشاني وأنت تعبانة. يا حبيبة قلبي، ما أنا بموت. ما أنا بموت كده الريحة هترفرف كده وتفضل تطير 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 وهوب تروح حاطة على السرير عندك. وتكيك يا حدوتة يا قطة يا حلوة يا بطة يا قطة يا قطة يا حلوة يا كدوتة يا حلوة يا بطة. عارفة يا موسى لو خرجت حتى بالسجن برضه هرجع أقع أقعد معاك هنا. ماشي؟ أنت فاهمة إنك هتيجي هنا تاني؟ جدو بقول لك إيه؟ إحنا مش عايزين نقعد بعض وحدنا بنات بقى قاعدة مع بعض. عباس بعد يوم أمشي شوفوا لنا الأكل يلا. عباس تضحك عليها يا عبيط انت؟ لا فيش حاجه. يلا قدامي. اوامرك يا باشا. شفت انت قلت لها عباس اجري شوف الاكل. احكيها في السجن بقى. يشنقني. بس ده احكيها في السجن فضحوا. فضحوا كده بس المساجين الوسخه اللي سود هناك. ماشي؟ طب انا ماشي. يلا. اما قطاط عايزه حاجه؟ ده يا حبيبي مع السلامه روح. طيب. يلا يا زفت. ايوه يا باشا. اتحيلي. ربنا ينتهي منك يا ابن روح. يا قطاطة تصدقي ان انت وحشتيني انت وهو. انت وهو؟ طب هو وانا عارفاه. انت بقى تطلع مين؟ يا قطاطة انت واللمبي. انا بحضر معاك ملعبتي وحشتني يا بنت قوي. اللمبي يا حبيبي يا لمبي. اهو جاي من الخضار والاكل وجاي اهو. بس بقى انا فكرت في الفترة اللي انا كنت نايم فيها. يوه بتفكر ازاي وانت نايب؟ بتفكر ايه؟ بتفكر ازاي وانت نايب؟ ايوه طب انا هضيع وقتي في ايه وانا نايم؟ لازم احلم عشان خاطر افكر او اعمل اي حاجه. انت طبعا وجودك عند العمده في قلب البيت مهم عشان انا لما رجلي تدب كل شويه ابقى داخل بحجه. ايه هي بقى الحجه؟ ايوه عشان نبقى دايما في بينا وبين بعض تلاقي. ماشي نعمل ايه؟ نتجوز. يا الف بركه. ده كمين ده ولا ايه؟
اسمعيني بس يا مقتدره، الكلام اخذ وعطى. أني حتجوز البنت اللي اسمها فتحية ديت كوعاء ليس إلا، تخلف الواد ويبقى باسمك، بعدها بقى ناخد احنا الواد نتلايم عليه وننطر الوعاء. اياك شانيه بقى حاكل من كلامك البكاش ده يا عمده. أني عارفاك، أني خبزاك ووكلاك وهضماك، اطلع من دول يا عمدة هشك بشك. ايه ليه ده كله يا مقتدري؟ ليه ده كله؟ الله، واني بعمل كل ده علشان مين؟ ما هو علشانك، العز والاملاك بسم الله ما شاء الله اللي حوالينا وتحت يدنا والاراضي والمواشي دي كلها هتروح لمين في الاخر؟ لاخويا ابن امي وابويا هيورثني، وهي دي صله الرحم. لا فلوسنا لا، أرضينا ما تخرجش برانا أبدا. يعني أني حبقى أم الواد؟ وبورق رسمي مكتب الصحة في كرشي، والدفاتر في كرشي، والمأمور في كرشي، وكله كله تحت السيطرة. هي قلتي ايه؟ موافقه. حلو، بس بشرط. مر ليله دخلتك على المدعوق. ايه اشمعنى؟ تقضيها في حضناني. في ايه يا دي علوان؟ وايه الزيت اللي عندك دي؟ فرح سلمبي يا عمده اللي اهل البلد عملوه زعيم. اللمبي واتجوز مين بقى بسلامته؟ البطايه يا عمده، بطايه البلد فتحيه بنت حسان يا عمده. يا فتحيه ما تمت خدها اللمبي وطار. يا اهلا يا زعيمني. اتحشمي يا وليه وخش جوه، يلا خش جوه. عندتنا وحبابنا. اهلا 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 والف مبروك. الله يبارك فيك. انا لقيتك اتاخرت، المفروض ان انت كنت تيجي تبارك لنا. ها وبعدين اتاخرت فقلت بقى لا، قلت لو حاجه جايه على هنا بقى انا والناس والمعازيم كلهم، ونيجي بقى ان انت ابوها بقى. ها مش كده ولا ايه؟ اهلا وسهلا. يا اهلا وسهلا بيك. احنا خلاص، احنا دلوقتي يا عم بقى خلاص بقينا هنبقى اكل وعيش وملح وعيشه مع بعض، بقينا نسايب خلاص. نسايب؟ اه. بأمارة ايه يعني؟ انا بأمارة ايه؟ مش متربية عندك في قلب الدار وانت ابوها الكبير؟ اه. وبعدين ده هي موكلاك، والظاهر انت كنت جعان ولا حاجة وهي حط ايدك في ايده يا عمدة. قول وراي. لا انا عارفها دي، زوجتك نفسي. ده بيضحكوا على ايه دول؟ المفروض انت قول بعدها بقى قبلت الزواج. قبلت الزواج؟ يلا الف مبروك، تعالى معانا بقى. يلا بقى لعبه وحشه من غيرك، تعالى بقى هجيب الطربوش واجي وراك. طب تعالى واحنا نجيب لك الطربوش احنا. Thank you.
ليلى يا عرسنا ليلتك جميلة والكرم زايد، يا بنية حلوة وجميلة والغرام زايد، نقيت وجبت الأصيلة والأدب الأدب زايد. والدك وعمك وخالك يسوا ناس ألوفات، سألت رب البرايا يحرسك من العين. الحر عند اللزوم تلقى وراه إلوفات، الدور ده لجل العريس مخصوص يا حبايب، الدور ده لجل العريس مخصوص يا حبايب، هو دعانا لفرح وجينا يا حبايب، يا رب املي حداك ما يخيب يا حبايب، اشوف لي كل الحبايب يوم فرح زايد يا ليل. خليك صاحي يا عريس ما تنامش، خليك صاحي يا عريس ما تنامش، الليله من عمرك ما تتعوضش، خد من العروسه يا جميل واديها، خد من العروسه يا جميل واديها، واشرب كاسات الفرح ولا تشبعش. دايماً تلاقيها، اسأل عروسك تراويسيها، في حضن قلبك دايماً تلاقيها، سمي ومن عين الحسود ارقيها، سمي ومن عين الحسود ارقيها، بنت الأصول بالمال ما تتقدرش. بعد السلام قدم له ألف تحية، انجي أبوك من بدري في الصباحية، بعد السلام قدم له ألف تحية. سمي بالله وخد بإيدك اليمين واتكل على الله. ونعم بالله. الله يا بنت اللي في الحجاب دي مظبوط؟ يعني هوان أقدر أجيب حاجة للست المقتدرة، الست الكمل اللي عايشين بخير، اللي ما تكون حاجة مضمونة مجربها في نسوان ياما؟ حق يا بنتي لو حصل هحللك بقي. انا حلاوتي رضاك عني يا ست الكل. انا هبقى ست الكل صحيح لما اخلف الواد ويورث الفلوس والارض والعموديه ويقطع لسنه نسوان البلد اللي عايزين الحش. Thank you.
سيليبي اصحى يا سيليبي. سيليبي انا بنت صاحي. صباح الفل يا سيدي الناس. صباح الخير. نوب العواف. الله يعافيك. واحد جسمه مكسر جامد قوي. الله قول يا سيليبي. طيب انا ما عملتش الاوضه لسه. فداك يا سيليبي. يمكن نزن شويه. فداك يا سيليبي. الله قول لي هو اهدي. ايه؟ اهدي يا سيليبي. هذا الدبانه بتاعت العيله الهرسيه اللي تثبت ان انا من عيله هرس من الموروث. ايوه ماشي. طب بقول لك ايه؟ ايه؟ انا هقوم اخد الحمام وانت حضر الفطار كده. طب اجيب لك ايه تشق بيه ريقك؟ شق ايه؟ ريقك. والله افطر ولا هعمل جريمتين. ايه ده؟ 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 ماشي. انا ان كان علي اجيب لك شويه فاكهه، يعني بوز. ايه؟ بوز او بانجه. بوز او بانجه؟ ايه؟ يا بنت المصعب انت عارفه؟ انت عسل؟ انت غير ما انا عشان ده. يلا قوم وانا هحضر لك شويه فطير على شويه عسل على شويه بيض على شويه جبنه. يا عسل انت يا بنت. على مهلك على مهلك يا سيليب. ايه بقول لك ايه؟ ايه يا سيليب؟ ايه يا سيليب؟ لا تجيب يا سيليب. يا بنت انت ما تسكتش معايا يا سيليب. يا بنت انت ما تسكتش معايا يا سيليب. كسفتني يا بنت حمود. زود عود هنا عود يزوق برجلي. ازوق؟ اسحب ولا ازوق؟ ده زوق ولا زوق برجلي. ايوه زوق زوق يا بنت. ايوه يا بنود الحلال بلوسه نايلون نايلون على شبه تركات حيلة تيها تيها يا ولاد الحلال. بلوسه نايلون نايلون على شبه تركات الحلوة خوخة خوخي جنب بعد دوخة دوخي دوخي الحلوة خوخة جنب بعد دوخة واللي يلعيها يلعيها يطلب لها بالحال. ايا ابوس بيك. ايه يا سليم؟ الدو الجبنه دي شفت بنت الهنا والشفي. لازم الواحد يتقوت وهو بياكل. امال ايه؟ مش في مش في مش في بكود. شفت البكود؟ يا سليمبي ده من السقيد اللي بيخبط دلوقتي ده. مش عارفه يا سليب. هاتلي التسكته من على البلاص. سكتي؟ يلا. يا سليب. ايوه. يا ده هاتلي التسكته يا بت. هاتلي يا سليب يا اختي عليكوا على جمال. قمص قمص. ايوه مظبوطه في النص ها؟ ايوه جاي اهو. مين؟ انا علوان يا سليمبي. عايز ايه؟ ايه ده؟ هو انت بتاكل ولا ايه؟ قوم يا بت جوه. قوم يلا جوه يلا. يلا انت جوه. كلام الفاضي ده. عايز ايه يا عم علوان؟ مش انا اللي عايز، جناب العمده هو اللي عايز. ولما العمده هو اللي عايز، هو ما جاش ليه؟ ما وعدتني عشان اجيبك تروح له. يا سلام، وانت صفت معاليك ايه بقى؟ انت بتستهزئ بيا يا استاذ لمبي. اعمل ايه؟ انت عارف جناب العمده اللي انت شايفه طايح في البلد شمال ويمين وعامل زي ذكر البط كده، ايه. ما يقدرش يتحرك غير باشاره من صباعي دي. قول لي ليه؟ ليه؟ بقول لك قول لي ليه؟ ما بقول ليه انت رامي ودنك تحت رجلك؟ انا بقول لك ليه؟ اهو اهو ليه؟ ليه؟ عشان اني دراعه اليمين. ليه هو اقطع ولا ايه؟ ملوش دراع؟ انت بتستهزئ بيا يا سليمبي؟ لا ما بستهزئش ولا حاجه. انت بتستهزئ بيا يا سليمبي؟ يا ده احنا اخوات بلاش الكلام ده ايه؟ طب خلاص على العموم العمده عايزك تروح له في الدار في التو والحلو اللحظي. طب خلاص خد البيضه دي. امسك البيضه دي. ايه دي؟ دي رشوه. انا كده وش صريح يعني.
طب يا سليمبي خد البيضة وقول له ان انا جاي في ديلك. ما تتأخرش والنبي يا سليمبي. لا والله تعبت في ديلك هتلاقيني على طول. ما تجيبليش التحسين يا سليمبي. عيني يا راجل ده انت مهزر لوحدك هجيب لك تحسين تاني. يلا روح انت انا جاي. خلاص يا سليمبي اديني فوتك بعافية. مع الف سخرارة. مع السلامة. اعوذ بالله شكلك عامل زي الرجل الفاس. بقرف. توحى اخرج يا سليمبي. تعالى يا بنت تعالى. كان عايزك في ايه العبد دي على الصبح؟ انت بتصنط عليا يا بت ولا ايه؟ بش رجلي. بش رجلك؟ ايوه بتأخذني. ايوه لا مش ده كان عايزني كده وانا بعدين ابقى رافض في وقت تاني مش مهم يتحرق يودع. ليه؟ بشتة يا سليبي كنت عايز تتجوزني عشان تدخل وتخرج في دوار العبد براحتك؟ صدق يا بت انا نسيت الموضوع ده خالص. ايه؟ والله ده انا نسيت موضوع الكنز ده. العسل وال والشهد المكرر ده نساني كل حاجة. يا سليب احنا في الصباحية. ايوه بنتي شفت امبارح كانت عاملة ازاي الليلة؟ شفت شفت النطة اللي نطتها من السقف من البوز للبوز؟ شفتي؟ عشان اوريك انا نرجعها اوريك النمرة تانية. طب يلا روح له بسرعة. هو تأكيد بقى بعت لنا عشان انا بقيت الراجل بتاعك؟ ها؟ فبقت لي استأذنها عشان خاطر مراتي تشتغل خدامة عندي. أباليه؟ نفهم في الأصول. بلك أنت العبد دي بين أهل الكرب، ده بيعرف ربني وهو اللي بربيني بين ولا حتة لحب حبر. على الطلاق ما فهمت ولا كلمة. واحدة واحدة بقى عشان أفهم أم الكلام ده وأعرف إن أم الحرف ده بيخرج بيخبط في أنا حتة. يلا قولي. بقول لك هو اللي بربيني بين ولا حتة لحب حبر. هي اللحمة الحبرة أنا عارفها هي فين؟ في المريخين عندك جوه، هي اللي قافلة كل الحروب دي. يا سليبي بتكلم بالو كلابي. لا بلوش، كلابك بلوش حاجة خالص. أنا هروح له بقى ها؟ يلا روح. وأنت جهزي نفسك. هدعيلك. اعملي أكاوي وكوارع. هتلاقيني نازل من اللمة. ده أنت حي... ده أنت هتتعطلي. يا سليبي. يلا قوم. روح يلا روح للعبد. ايوه روح تعيالك يا سليم. ايوه ويخليك لنا يا حضرة العبد ويوفقك يا سليمبي وتلاقي الكنز ونهجي من هنا ونشتري دار كبير ونشتري بقرة وجابوسي وبواشي وجبل. ربنا يوفقك يا رب يا سليمبي وترجعلي بالسلامة يا رب. تعيالك بالحب بالحب اللي جوه قلبي يا سليم. يا رب يا سليب. يلا يا سليب. يلا 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 وجاي بقى سليب بقى وهو بيطير من عندي. يا قطاطة بتنامي ليه بقى فجأة؟ قطاطة قطاطة بقى اصحي كملي. قطاطة أنا كنت متأكد إنك هنا. إزاي؟ إزاي تخرجي وأنت في الحالة دي؟ ايه ده يا انكل هي كويسه ايه الحمد لله. انا كويسه قوي النبي يا دكتور. في ايه ده حصل مالك؟ اسماعيل انت ايه اللي جابك هنا يا دكتور؟ انا جاي امنع كارثه كانت هتحصل. عباس انا بحملك مسؤوليه حياه قطاطه وصحتها. لو جرى لها اي حاجه انت اللي هتكون مسؤول قدام ربنا اولا وقدام القانون ثانيا. ايوه لازم تتعاقب بالقانون كاي انسان عادي. جزره جزره بدرة. أنا كويسة يا حبيبي. شوفي ما تدعمش نفسك يا حبيبي أنا كويسة. هو في إيه وأنتوا اتجوزتوا ولا إيه؟ اتجوزنا إيه ونيلنا إيه؟ الجدعان هيقطعوا بعض عليا. والنبي أنا كويسة يا بدرة. إزاي أنت كويسة؟ إيش عرفك إنك كويسة؟ النبي كويسة. أنا الدكتور هنا أعرف إذا كنت كويسة ولا لأ. خليني اكشف على قلبك. هو يا حبيبي ايه ده؟ ايه حاله الانحراف اللي انت فيه ده؟ احبك انا احبك. شايف؟ من اتخرف. ايوه انا عارف هتخرف ليه؟ خرجت بدري من المستشفى. يا راجل واضح انها وقعت في غرامه. غرامه ده مين يا عمر؟ وده مين ده سيجازر ده كمان عشان خاطر اقع في غرامه؟ ده انا مش شايف جزر بقى. ده انا ياما قعدت. كانت واقفة كده وعايزة تاخد مني بس يا دوب عطة. وأنا قفلت إيه من حاجة. طب يلا يا أخت السجن مستنيك. روح بره يلا. تعالي يا موسى. أهو. أحب أكلمك هنا تاني.
قطاطا عايز اعد بروحه. عيب يا قطاطا عيب. يا حبيبتي، على العموم انا رتبت اموري وزي ما اتفقنا ياسمين بنتي هتسافر معانا. لا انا عارف ومتاكد انك هتعوضيها عن عطف امها وحنانها ومع الاسيه الجاحده دي. ماشي يا حبيبتي، ماشي، مع السلامه. يوم يومك يا ابو ياسر، عايزاك تنفخيها. ده انت هتقطعي النهارده كده، هتفرتكي النهارده كده، هتقطعي وجهتك هتبقى على اليوتيوب. ابو ياسر اهي، ربنا يخلي ياسر وابو ياسر. ايوه عزيزي، ايمان ابو ياسر، ابو ياسر، ابو ياسر، لازم تخش تنفخيها يا ماسكا. ما هي سالفة الوقفة؟ لما حطت الاسم الوز في الألم بقى لما تباع. النسوان اللي تابع يجوا يحبوا على ايد ستانا وتجراسنا. يلا يا مرة، يلا يا ولية منك ليها. راح فين يا بنت؟ اوعى ايدك يا ست قطاطة، سيبيني. يا بنت انا بدك صباح ملوحظ، لقيت نفسك تيوت، لقيت نفسك تيوت يا سيد البنت يا حبيبتي. قصدي السؤال طيب؟ صحيح قصدي زيادة؟ مظبوط؟ ما تهمي يا ولاي. ايوه انا غيره. ايوه وجهي. بوسي ايديها يا قطاطة. بوسي ايدي المعلمة. حاضر. Ta-ta!